بلا شك نحن سعداء بهذه المشاركة، لأن هذه المشاركة هي في الواقع تجلب لنا أنه نلتقي بآخرين يعملون في ميدان العمل الإنساني والإغاثي لمشاركائنا في الحركة، سواء كانوا بعيدين عنا أم قريبين، من أوروبا، من آسيا، من أفريقيا، من مختلف القارات. من هنا تتم تبادل التجارب الناجحة والخبرات والاطلاع على المستجدات أيضا في هذا الميدان. بلا شك أنه هذا الميدان يستجد فيه مستجدات وأدوات ووسائل. من هنا إذا لم نشارك مثل هذا المؤتمر وهذا المعرض المهم السنوي الذي نعتبره من أهم المعارض الدولية في العمل الإنساني، لن يتحقق لنا كل هذه الفوائد والمنافع.